الجزء طلاب مرحبا. الفصل الثاني شفتموا انه اغلبيته هو عباره عن هيستولوجي. بدينا بالابيثيليوم تيشو واخذنا الكونكتيف تيشو. اليوم راح اخذنا ايضا دكتور اروى اعطتكم النيرف تيشو، وهي اخر شيء راح ناخذ المصل تيشو اللي هي الاربع انواع الانسجه الموجوده في الكائنات الحيه. واضح؟ الوقت اجبرنا انه نضغط المحاضرات، يعني انت عرفت انه التاخير او هذا الضغط هو لا بسببكم ولا بسببنا، وانما سبب يعني ظرف طارئ انه تقدموا الامتحانات فانجبرنا على ضغط المواد او كبس المواد. المهم ان شاء الله سهله وما في شيء. اهم شيء انه تتعرفون انتم على انواع الانسجه والنقاط الاساسيه في كل نسيج. اذا راح نبدا في المحاضره الاخيره اللي هي المصل تشو. اول شيء this lab aims to، يعني اهداف هذا المختبر انه describe and identify the three major muscle groups اللي هي skeletal, cardiac and smooth. اذا اول شيء وصف والتعرف على الثلاث انواع الرئيسيه من العضلات اللي هي الهيكليه والقلبيه والمساء. النقطة الأخرى describe the general التشكيل الدقيق لهذه العضلات و describe the ultra structure of skeletal muscles and its role in muscle contraction، وأيضا التركيب الدقيق للعضلات الهيكلية وأيضا كيف تحدث عملية تقلص العضلات. Understand the function and organization of the connective tissue in skeletal muscles. راح نشوف انه هذه نحن مثل ما اخذنا من وظائف النسيج الغضرو العفو الضام انه يعمل على احاطه في كل من الالياف العصبيه، وشرحتها قبل شويه دكتوره اروى، وايضا يحيط بالالياف العضليه اللي هي كل من الاندو والبيري واند ابيمايسيوم. ابيمايسيوم اللي هذه اذا هي النسيج الضام الذي يحيط بالالياف العضليه. واضح؟ terms to know and identify، هناك بعض المصطلحات يجب ان تعرفوها. عندنا مثلا الساركوليما، هنا تتذكرون بالخليه العضليه، ما بعد نقول خليه سيل، لا نسميها ساركوليما. اذا بلازما ممبرين كفرينج ايتش اوف سيلز، يعني الساركومير عبارة عن خلية عضلية. الساركوليما إذا هو الغشاء البلازمي اللي يحيط بالخلية العضلية. الساركوبلازم مكان ما نقول سايتوبلازم راح نقول ساركوبلازم اللي هو المصل سيل سايتوبلازم. إذا تلاحظون ده نحط مصطلح ساركو. عندنا أيضا ثيك فيلمنتس، الثيك فيلمنتس اللي هي نقصد بها الكونتراكتيل بروتين اللي هي البروتينات المتقلصة اللي هي المايوسين. المايوسين مولكيول جزيء المايوسين اللي هو shaped like a golf club head، الشكل مالته يشبه العصا اللي يلعبون بها هوكي مال جولف. لاحظيها هسه راح نشوفها بالشكل. الثين فيلمنت سلايد اوفر ثيك فيلمنت بس دو نوت شورتن، يعني هنا لما تحدث عملية تقلص للعضله وانبساطها وما يحدث تقلص للليف العضلي، وانما يحدث انزلاق ما بين كل من الالياف السميكه والالياف الرقيقه او الثين فيلمنت. واضح؟ اذا هي عباره عن شنو؟ اللي هي ثين فيلمنت سلايد اوفر ثيك فيلمنت، اذا الالياف الدقيقه او الصغيره سلايد يصير لها سلايدنج على ال thick filaments. الثين فيلمنتس اللي هي كونتراكتيل بروتين اكتين، اذا عرفنا اذا الثيك فيلمنت هو المايوسين والثين فيلمنت اللي هو الاكتين. مولكيولز اولسو كونتين ذا ريجوليتوري بروتينز اللي هي تريبومايوسين اند تروبونين، بالاضافه الى ذول البروتينين الرئيسيين اللي يقوم بعمليه الكونتراكشن والريلاكسيشن للعضله، هناك بروتينات منظمه اللي هي الريجوليتوري بروتينز اللي هي كل من التروبومايوسين والتروبونين. واضح؟
عندنا ايضا عندنا الالاستيك فيلمنتس اللي هي عندنا الليفات المطاطه او القابله للمط اللي هي كل من التايتين اند كونكتين اللي هي keep thick and thin filaments aligned over one another for proper contraction to occur. إذن هذه الألياف التايتين والكونكتين هذه بروتينات أيضا تعمل على hold أو تمسك كل من thin filament مع thick filament فوق بعضهم البعض. وأيضا تعمل comprise the Z line وتشكل لنا Z line. راح نشوف هذه اللي هي المولكيولار ستراكشر اللي هي المايوفيلمنت. عندنا الاكتين، عندنا المايوسين، الاكتين اللي هو الثين فيلمنت، المايوسين اللي هو الثيك فيلمنت، التروبونين والتروبومايسين اللي الريجوليتوري بروتينز. هذا هو التروبومايوسين، هذا الاخضر واضح، هذا التروبونين هذا الازرق، والازرق مع التروبومايوسين راح يصير التروبونين كومبلكس. وهذول الحمر هو عبارة عن الثين فيلمنت اللي هو الأكتين، واضح؟ هذه تشوفون هذا المايوسين اللي هو الثيك فيلمنت اللي هو المايوسين موليكيول، تلاحظون شكله يشبه شكل اللي يلعبون فيها شو اسمه الجولف، واضح؟ متكون من هيد وتيل، واضح؟ وهذه الهيد هي اللي راح تعمل كروس بريدج، تعمل الجسور العرضية بين الأكتين والمايوسين اللي راح نشاه بعد شوي. زين عندنا introduction. Muscle cells are structurally and functionally specialized for contraction. إذن الخلية العضلية هي تركيبيا ووظيفيا مهيئة لعملية contraction للتقلص. Which contain two types of special proteins filament called myofilaments including. إذا الخلية العضلية راح تتكون من نوعين من الخلايا من الألياف العضلية اللي نسميها مايو فيلمنت. من تيجي مصطلح مايو أعرف إنه هي عضلة، يعني المصطلح مايو هو للعضلة مايو فيلمنت. بعدنا أول إشي الثين فيلمنت اللي هي containing أكتين والثيك فيلمنت اللي هو containing مايوسين، واضح؟ The cytoplasm of muscle cells is called sarcoplasm. وعرفنا أنه cytoplasm هنا ما راح نسميه cytoplasm وإنما راح نسميه sarcoplasm. And the smooth endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. إذن الendoplasmic reticulum أو الشبكة الأندوبلازمية أيضا راح نسميها sarcoplasmic reticulum. The cell membrane or plasma membrane بلازما لاملا العفو is the sarcolemma. إذا السيل ممبرين هنا ما نسمينه سيل ممبرين نسمينه sarcolemma. sarcolemma واضح؟ كل المصطلحات نخلي لها مصطلح ساركو. زين function of muscles أول وظائف العضلات أول شيء الموفمنت اللي هي كل من السكليتال والكاردياك اند سموث muscles. stability اللي هي الثباتية اللي هي السكليتال muscles. عندنا الكوميونيكيشنز ايضا تقوم بها تاديها اللي هي السكليتال ماسلز. عندنا الكنترول اوف بادي اوبننج اند باسجز للسكليتال اند سموث ماسلز. وعندنا الهيت برودكشن اللي هو السكليتال ماسلز. يعني هذا مثلا بالجو البارد ليش الانسان يرجف؟ عمليه الرجف هذه العضلات تحركها بارتجاجها راح تولد لنا حراره، واضح؟ إذا هو أيضا من وظائف العضلات إنه يعمل heat production. هذه إذا هي وظائف العضلات: movement, stability, communication, control of body opening and passages, و heat production. واضح؟ راح ناخذ properties of muscles. ما هي خصائص العضلات؟ أول شيء excitability اللي هي responsiveness يعني اللي هي استجابتها. اللي هي يعني تأثيرها واستجابتها للمحفزات الخارجية سواء كانت كيميائية أو ميكانيكال أو إلكتريكال ستيمولاي. إذن respond to chemical, mechanical or electrical stimuli. إذن هي استجابتها للمحفزات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية. هاي أول
خصائص أو الخاصية من خصائص العضلات. Conductivity أيضا initiate event that lead to contraction. إذا عملية أن تنشئ بعض الأحداث اللي تؤدي إلى عملية contraction. Contractility اللي هي ability to shorten substationally. إذا قد قابليتها على التقلص للعضلة. والإكستنسيبيليتي إكستنسيبيليتي able to stretch between contraction. هنا راح يحدث له الشد ما بين التقلصين. able to stretch يعني يحدث لها شد between contractions بين التقلصات. وإلاستيسيتي آخر إشي اللي هي الابيليتي to return to original length after stretching. هنا إنه قابليتها على الرجوع إلى طولها الأصلي بعد أن يروح مؤثر أو تأثير الشد. واضح؟ إذن كل من الإكسابيليتي والكوندكتيفيتي والكونتراكتيليتي والإكستنسيبيليتي والإلاستيسيتي. هذه هي البروبرتيز أوف مسلز. عندنا التايبس أوف مسلز تيشو. عندنا أنواع الأنسجة العضلية. Three types of muscles tissue. هناك ثلاث أنواع من الأنسجة العضلية can be distinguished on the basis of morphologic and functional characteristic. طبعا هذه قسموها من ثلاث أنواع اعتمادا على إيش؟ اعتمادا على المورفولوجيكال والفانكشنال characteristic. يعني الخصائص الشكلية والخصائص الوظيفية. And each type of muscle tissue has a structure adapted to its physiologic role. وكل نوع من هاي الخلايا تكيفت لتؤدي وظيفة معينة. مثلا عندنا أول نوع اللي هو skeletal muscle fibers، الخلايا أو ألياف الخلايا الهيكلية العضلية الهيكلية. is found mainly in association with bones. إذا هذه تكون موجودة أيضا مرتبطة مع العظام، لأن لو ماكو من اسمها لو هي ما مرتبطة بالعظام ما راح نسميها skeletal muscles. كون انها مرتبطة بالعظام فراح يصير انه تكون association with bones. النوع الاخر اللي هو cardiac muscle fibers اللي هي الياف العضلات القلبية. is found موجودة في جدران القلب. وعدنا اخر نوع اللي هو smooth muscle fibers is found mainly in the walls of hollow organs, example intestine and vessels. موجود في الأمعاء وفي الأوعية الدموية. زين. عندنا الآن أخذ أول شيء skeletal muscles. There are striated. إذا أول خاص أو أول صفة من صفات العضلات المخطط الهيكلية إنه تكون مخططة. And voluntary muscles وهي عبارة عن عضلات إرادية، يعني إحنا الإنسان يتحكم فيها. إذن voluntary وتكون شنو؟ تكون striated يعني مخططة. And voluntary muscles they are attached to the skeleton وتكون مرتبطة في الهيكل العظمي. And so their contraction moves the skeleton. ولما تتقلص هذه العضلات راح تؤدي إلى حركة هذا العمود أو الهيكل العظمي. Then the long oval nuclei. إذا هذه الخلايا العضلية راح تحتوي على نواة بيضوية طويلة. Are usually found at the periphery of the cell under the cell membrane. راح توجد بصورة طرفية في الخلية وتكون تحت الغشاء الخلوي اللي وسمينا سيركولما. واضح؟ This characteristic nuclear nuclear location is helpful to distinguish skeletal muscle from cardiac and smooth muscles. وجود أو مكان وجود هذه النواة اللي هو يكون تكون عبارة عن نواة بيضوية طويلة توجد بالperipheral under the cell membrane. هذا هو اللي راح يخليه يتميز بين كل من الألياف العضلية الهيكلية عن الألياف العضلية القلبية أو الألياف العضلية المنساء.
إذا هذا هو يتم، كيف يتم عملية تشخيصهم أو تصنيفهم؟ عن طريق موقع هذه النواة. Both of which have centrally located nuclei. كل من الكاردياك والسموث مسلز يكون موقع النواة تكون موقع مركزي، centrally located nuclei. واضح؟ أما هذه تكون طرفية تحت السيل ممبرين. نلاحظ هنا هذه موقع النواة تكون طرفية تحت الخلية، تحت الغشاء العضلي أو الغلاف الخلية اللي هو الساركوليما. راح نلاحظ هذه التخطيط قلنا استرياتد، هتلاحظون هذه المناطق الغامقة والفاتحة يعني مخططة، هذا هي تدل على أنه هي استرياتد. ايضا الليف العضلي الهيكلي يكون انبرانش، يكون غير متفرع، راح اشوف على عكس ما موجود في الالياف القلبيه تكون متفرعه. واضح؟ اذا هذه تكون الياف ستريتد مخططه، النواه تكون طرفيه تحت الغشاء الخلوي، وانه الليف هذا الفايبرز المسل فايبر يكون انبرانش، يكون غير متفرع. إذا هذه عبارة عن نيوكلياي، وهذه ستريشن اللي هي التخطيط، وهذه المسل فايبر، هذه عبارة كلها من هون اللي هون، هذا هو مسل فايبر، واللي هو الكونكتيف تيشو اللي هو هذا ما بين هالليف وهذا الليف، هو عبارة عن شنو؟ عن كونكتيف تيشو، نسيج رابط. واضح؟ Skeletal muscle is composed of muscle fibers. إذن الخلايا العضلية تتألف من ألياف عضلية which are bundle of very long. إذن هنا الألياف العضلية الهيكلية راح تكون عبارة عن حزم من تكون طويلة جدا اللي هو cylindrical multinucleated cells and the cytoplasm اللي هو sarcoplasm show alternative cross striation of dark اي باند. هذه الاي باند من هنا الى هنا، واضح؟ هاي الدارك من هنا، هذه المنطقه اللي امشي عليها في الماوس، هذه كلها عباره عن شنو؟ الاي باند اللي يسموها ان ايزوتروبيك اند لايت اي باند. هذه الاي باند هذه تكون الحزمه الفاتحه وليس الغامقة اللي يسموها الايزوتروبيك. اذا الاي جاية منين؟ من الايزوتروبيك، والاي اي بان جاية من ان، من اي ان، من الان ايزوتروبيك. اذا حزمة غامقة وحزمة فاتحة، تعاقب هذه الحزم الغامقة مع الحزم الفاتحة راح تنطينا مظهر استرياتد او المخطط. واضح؟ إذن because of this cross striation the skeletal muscles are also called striated muscles. بسبب وجود هذه التعاقب ما بين المناطق الفاتحة عن المناطق الغامقة تظهر لنا الليف العضلي أو الخلية العضلية تظهر بشكل مخطط أو العضلة المخططة. واضح؟ إذن عرفنا ليش سموها striated muscles لأن أنه تتعاقب كل من الآي باند مع الأي باند، والتعاقب هذا يكون منتظم فتظهر الليف العضلي بشكل ستريتد مسلز. راح نلاحظ هنا نظرية السلايدينج، سلايدينج فيلمنت. نلاحظ بالصورة الطبيعية أنه هذه الأي باند المنطقة الغامقة وهذه الآي باند. الأي باند هي عبارة عن المايوسين الثيك فيلمنت، يعني الثيك فيلمنت او المايوسين. اما الاي باند اللي هي عباره عن الثين فيلمنت اللي هو الاكتين. اذا هاي اي باند وهاي اي باند بيناتهم شنو؟ الاي باند. زين هنا اذا مصل فايبرز ار كومبوزد اوف ماني كونتراكتل يونتس اللي هو الساركومير. واحده من هنا من زيت الى زيت هاي نسميها الساركومير، من زيت الى زيت هذه، هاي المناطق الزجزاج مناطق التقاء الاي الاكتين مع هالساركومير مع الاكتين مع هالساركومير راح تكون التقاء على شكل زجزاج زيت لاين نسميه، هذا هو نسميها اذا من زيت الى زيت نسميها الساركومير. واضح؟
change in the amount of overlapping. هنا راح يحدث overlapping أو تراكب between thick and thin filaments allow the contraction and relaxation of muscle fibers. هذه عملية التراكب ما بين الأكتين مع المايوسين، وهنا أيضا أكتين مع المايوسين إذا دخلوا صار له سلايدنج زحف أو على بعضهم راح تحدث عملية الكونتراكشن، أما إذا انفتحت راح تصير عملية الريلاكسيشن أو الانبساط. إذا كل من عندنا allow for contraction اللي هو التقلص and relaxation اللي هو الانبساط of muscle fibers لألياف العضلة. فإذا عندنا هنا إذا صار سلايدنج راح إنه خيوط الاي باند راح تدخل ضمن الاي باند من هالجهه، يعني الساركومير راح تقصر بنفسها. ما حدث هنا تقصر في لا الثين فيلمنت ولا الثيك فيلمنت. اللي حدث اللي هو صار سلايدنج او تداخل ما بين خيوط الاكتين مع خيوط المايسين، يعني خيوط الثين فيلمنت مع خيوط الثيك فيلمنت. اذا ماني فايبرز contracting to result in gross movement. إذا حدث هذه التقلصات بين هاي الألياف راح تؤدي لنا العملية بالأخير إلى الحركة. واضح؟ عندكم سؤال عليها؟ هنا بالملاحظة يقول لك إنه zit lines move closer together، يعني إنه هاي zit lines هذه zit line مع هالzit lines راح تتحرك ب يعني انه تقترب الى بعضها البعض. الاي باند هذه and edge band اللي هي become smaller during contraction. الايدج باند هذه المنطقة المتوسطة للثيك فيلمنت هذه. واضح؟ لما راح تدخل بين الاكتين والمايوسين، هذا اكتين ومايوسين، المنطقة اللي ما بها لا اكتين ولا مايوسين اللي هي منتصف الساركومير راح نسميها الايدج باند. واضح؟ انتم هاي فقط للتوضيح، يعني ما مطالبين فيها، بس تعرفون انه ما يحدث تقلص او تقصر للثيك فيلمنت ولا الثين فيلمنت. اللي يحدث اللي هو overlapping between thick and thin filament، راح تحدث تراكب وانزلاق سلايدنج لكل من الالياف الرفيعه والالياف السميكه. هذه هي عمليه الكونتراكشن. عندنا هاي المرحله الاولى المايوسين هيد هيدروليز اي تي بي. اذا اول شيء الاي تي بي راح يتفكك الى اي دي بي زائد فوسفيت. الفوسفيت راح ينطرح، وبالتالي راح انه يصير الاي تي بي او المركب اللي هو الادينوسين تراي فوسفيت اللي هو مركب الطاقه راح يتحول الى ادينوسين داي فوسفيت، يعني ادينوسين ثنائي الفوسفيت. بهالحاله راح يعمل على ربط بين كل من الاكتين مع المايوسين عن طريق تكوين الكروس بريدج. هذا راس المايوسين راح يكون مرتبط مع الاي دي بي وحيرتبط مع الاكتين اللي هي الكرات الصفراء. راح يصير كروس بريدج اللي هي جسور عرضيه. بعد ذلك راح تطرح الاي دي بي، يعني تنطلق من عندها. المايوسين هيز روتيت راح يصير للتدوير توورد سنتر باتجاه المركز اوف ذا ساركومير اللي راح تنطينا الباور ستروك. بعد ذلك راح تجينا اذا جتنا الاي تي بي مره ثانيه، الاي تي بي هذا راح يعمل على يرتبط بالهيد مال مايوسين، وبالتالي راح يعمل على كسر الكروس بريدج، يكسر هذه الجسور العرضيه اللي مع الاكتين وبالتالي راح يتحرر. اذا از مايوسين هيد بايند اي تي بي، لما يرتبط راس المايوسين بالاي تي بي ذا كروس بريدج ديتاتش فروم اكتين. اذا يحدث له انفكاك عن الاكتين، يعني المايوسين ينفك عن الاكتين. واخر شيء يرجع الى المرحله الاولى ويعيد نفسها، تحدث عمليه كونتراكشن ريلاكسيشن. تلاحظون اذا الاي تي بي مهم جدا. طبعا ايضا من العناصر الاخرى اللي تؤدي الى عمليه كونتراكشن وريلاكسيشن هو وجود الكالسيوم،
يعني ككو فاكتور او كمعامل يعني مساعد انزيمي كو فاكتور، واضح؟ عامل مساعد انزيمي. اذا تلاحظون مثلا اذا عمليه الكونتراكشن والريلاكسيشن يعني ما تحدث ريلاكسيشن اذا ما موجود اي تي بي، ما يحدث انبساط اذا ما موجود الاي تي بي. ولهذا تشوفون مثلا لما يموت الشخص بعيد عن السامعين اول ساعتين ثلاثه يتصلب، ليش؟ لان ماكو طاقه لمصاق كونتراكشن العضلات، ما في طاقه اي تي بي تتوجه للعضلات حتى تعمل ريلاكسيشن لهاي العضلات، فيصير للتصلب للشخص المتوفي، واضح؟ او اي كائن حي حيواني طبعا. بالنسبه للسكيلتال مسل ار سراوندد باي كونكتيف تيشو، هاي مثل ما حكيت لكم قبل شوي دكتوره اروقات انه الالياف العصبيه ايضا تحاط بالكونكتيف تيشو، نفس الشيء الالياف العضليه راح تحاط بالكونكتيف تيشو اللي هي الرينج اراوند اند ان بتوين مسلز، وهذه تترتب يا اما حول او بين الالياف العضليه اند بندس وبين الحزم العضليه. اتناول شيء الابيمايسوم، الابيمايسوم ذا external sheath of dense connective tissue surrounding the entire muscles. إذا هو هذا ال connective tissue اللي يحيط العضلة بكل بالكامل، العضلة بالكامل من الخارج اللي هو يسمونه الإبيمايسيوم. مايسيوم أوكي. عندنا البيريمايسيوم is thin septa of connective tissue extend inward. إذن هذا راح يمتد إلى الداخل surrounding the bundles of fibers muscle of fasciculize within the muscles. إذن هنا راح نشوفها بعد شوية بالرسمة إنه هذا يلتف ما بين الحزم bundles of fibers، الحزم مع الألياف. أما الإندوميسيوم اللي هو each muscle fiber is itself surrounded by more delicate connective tissue. وهذه اذا الحزمه نفسها الحزمه الوحده نشوفها انه اذا لاحظها هذه راح اكبرها شويه الصوره حتى تبين واضحه. نلاحظ اذا هنا هذه عضله كامله اللي يحيط هذا الكونكتيف تيشو نسميه الابيمايسوم. الابيمايسيوم اللي هو الكونكتيف تيشو اللي يحيط بالليف العضلي بالعضله الكامله. اما البيريمايسيوم اللي هو هذا راح يكون ما بين هذا بندل اوف فايبرز وهاي بندل اوف فايبرز وهذه بندل اوف فايبرز وهذه بندل اوف فايبرز اللي يحيط بحزم الالياف اللي هو البيريمايسيوم. واخر شيء عندنا الاندومايسيوم اللي هو ضمن الحزمه الوحده ضمن اللويفات العضليه، هذه هي الاندومايسيوم، واضح؟ اذا هاي ثلاث انواع من الكونكتيف تيشو، الابيمايسيوم والبيريمايسيوم والاندومايسيوم، واضحه؟ ركزوا عليهم هذول الانواع الكولكتيف تيشو الموجوده في المسلز. النوع الاخر من العضلات عندنا الكاردييك مسلز. الكاردييك مسلز از ستريتد، هذه ايضا عضلات مخططه. اكزيبت ديستينكت كروس ستريشن بيكوز اكتين اند مايوسين فيلمنت هاف سيميلر اند ريجولار ارينجمنت. ايضا نفس الشيء ما يحدث في الخليه العضليه انه موجود في الخليه القلبيه العضليه الهيكليه، انه هي عباره عن تحتوي على التخطيط او المخططه اللي الحزم الغامقه والحزم الفاتحه من التبادل ما بين كل من الحزم الثين فيلمنت مع الثيك فيلمنت. ولكن ايش الاختلاف؟ In contrast, cardiac muscle is involuntary muscles. إذا هناك skeletal muscles قلنا هي عبارة عن voluntary muscles أو خلايا عضلية إرادية، هنا تكون involuntary muscles أو خلايا عضلية لا إرادية. Forms from the majority of heart tissues. وهي تشكل أغلبية يعني القلب هي كلها عبارة عن عضلات قلبية. تلاحظون هنا هذه هي الألياف العضلات القلبية، تلاحظون التخطيط بها شلون واضح؟ واضح؟
بس تلاحظون هنا انه البندلز هذه فيها برانش يكون متفرع، هذا اختلاف عن ما موجود في الخلايا العضليه الهيكليه. ايضا النواه هنا تكون وحده ومركزيه على عكس هذيك تكون بريفرال تحت السيل ممبرين. واضح؟ قبل شويه حكيناها الاختلاف. راح نجي على العضله الهيكليه. قلنا the sarcoplasm contain single، اذا راح يحتوي على نواه مركزيه تكون بيضاويه الشكل. اذا عباره contain single oval prominent and central nucleus، تكون احاديه نواه احاديه مركزيه. The muscle fibers are branched، اذا الليف العضلي مال العضلة القلبية يكون متفرع but shorter than skeletal muscle fibers. وأيضا اللي يميزه عن الخلية العضلية أنه أقصر، يعني أنت تشوف مثلا عضلة الفخذ هي أطول عضلة الفخذ، هل أنه بالقلب هو كله عبارة عن عضو واحد، فأطول إذا من 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 حجم العضلات واختلافها، إذا مبين أنه الخلية الهيكلية تكون الفايبر مالتها أطول من الياف الخلية القلبية، العضلة القلبية. إذا the muscle fibers are branched but shorter than skeletal muscle fibers joined together by intercalated disc. وتكون هذه الألياف مرتبطة مع بعضها بهذه الأقراص البينية اللي intercalated disc. إذا ليف مع ليف راح ترتبط مع بعضها بواسطة شنو؟ intercalated discs، الأقراص البينية. الانتركليتد ديسك they appear as dark transverse lines between the muscle fibers and the represent specialized junctional complex. اذا هذه تبين الالياف على شكل حزم غامقه تربط ما بين الالياف القلبيه، وتبين كانها هي معقد ارتباط بين الالياف. واضح؟ فاذا عندنا هنا هذا هو الليف العضلي ويكون متفرع يحتوي على ستريتد، يحتوي على نواة بيضوية أحادية المركز ومركزية الموقع. أيضا أنه تحتوي على الانتركليتد ديسك ما بين الليف عضلي هذا القلبي، عن هذا الليف راح يكون مرتبط بواسطة هذه الجنكشنال كومبلكسز أو المعقدات الترابط اللي سميناها انتركليتد ديسك. واضح؟ عندنا هذه هي النيوكليوس. عندنا هنا الكلايكوجين، نحن نعرف انه الكلايكوجين اللي هو عباره عن النشا الحيواني هذا وين يخزن؟ يخزن بالعضلات اللي هو يعني بالكبد والعضلات، ومن ضمنها العضله القلبيه. اذا هذا هو الكلايكوجين. هذه هي الانتركليتد ديسك، هذه وهذه عندنا سترايشن او التخطيط، هذه ستريشن تلاحظوها، وعندنا هاي البرانشينج اللي هو التفرع. عندنا السموث مصل. سموث مصل is an involuntary، اذا هي عباره عن خليه لا اراديه controlled directly by the autonomic nerve system، وتتحكم بواسطه يعني يتحكم عليه بواسطه الجهاز العصبي اللا إرادي. It is smooth because there is no striation. وسميناه أو أطلق عليه اسم ناعمة أو smooth لأن لا تحتوي على striation، لا تحتوي على التخطيط. تلاحظون هنا ما فيش تخطيط، عبارة عن خلايا مغزلية والنواة تكون بيضوية مركزية. إذا no striation. إذا أول ميزات لها إنه involuntary وتكون no striation. واضح؟ وتتحكم تحت يعني يصير تحت الاوتونوميك نيرفس سيستم. سموث مصل از فاوند وذين ذا وول اوف بلاد فيسلز، اذا تواجد الانسجه او العفو عضلات المساء توجد في جدران الاوعيه الدمويه. ات اولسو فاوند ان ليمفاتيك فيسلز، ايضا في الاوعيه اللمفاويه والبلادر اللي هي بال المثانة ويوتراس ميل اند فيميل بريدكتيف تراكتس الجاسترو انتستينال تراكت ريسبيراتوري تراكت اند ايرس اوف ذا اي.
قزحية العين. هاي مناطق موجود يتواجد فيها السموث مسلز. السموث مسلز فايبرز ار إلونجيتد. إذا الألياف العضلية المساة تكون متطاولة. سبيندل شيبد سيلز اللي هي عبارة عن خلايا تشبه المغزل and non-striated وتكون غير مخططة. سيلز with a single central nucleus وتحتوي على نواة مركزية واحدة. على عكس هنا نفس الإشي في القلبية أيضا مركزية واحدة، أما في العضلات الهيكلية تكون peripheral وليست مركزية. واضح؟ The narrow part of one cells lie adjacent to the broad part of neighboring cells in the longitudinal cell section. يعني في المقطع الطولي راح نلاحظ أن الجزء الرفيع أو الضيق من الليف العضلي الأملس راح يكون مجاور للجهة السميكة من الخلية الملساء الأخرى. واضح؟ حتى تيجي وحدة تصطف مع الأخرى. الجهة الرفيعة من هاي الخلية تكون متراصفة مع الجهة السميكة من الخلية اللي في العضلي الأملس الآخر، وهكذا. إذن the narrow part أو الجزء الضيق of one cell lie adjacent to the broad parts of neighboring cells in the longitudinal section. But in a cross section ولكن في المقطع العرضي appear as a collection of rounded or polygonal structures. راح تكون على شكل بالمقطع العرضي راح تكون على شكل أجزاء دائرية أو متعددة الأشكال. With the nuclei present in their centers. مع النواة اللي توجد يعني تظهر لنا بالمقطع العرضي نواة تعرف أنت في منتصف الليف العضلي الأملس. واضح؟ لأن هي النواة وين؟ مركزية. وضحت هاي الفكرة؟ إذا هذه هي النواة، هاي المسل سيلز، هاي الخلايا اللي فيها الملساء، الخلايا العضلية الملساء هذه. هذا الشكل يوضح لنا المسل تايبس. عندنا سكيلتال مسلز، هذا مقطع طولي، هذا مقطع عرضي. بالمقطع العرضي كروس سكشن عندنا اشتي الاكتيفيتي مالته او الوظيفه تكون سترونج يعني قويه، وكويك وتكون سريعه، وديسكونتينيوس فولنتري وتكون غير مستمره، وفولنتري كونتراكشن وتكون تقلص ارادي. اذا سترونج كويك وديسكونتينيوس فولنتري كونتراكشن. تلاحظون بالمقطع العرضي راح يصير السمك مال هاي الليف العضلي من 10 الى 100 مايكرومتر ان دايمتر، اب تو 30 سنتيمتر ان لينث، والطول مالته قد توصل الى 30 سنتيمتر الليف العضلي. واضح؟ اما بالنسبه للكاردييك مسلز راح نلاحظ انه بالمقطع الطولي انه الالياف راح تكون متشعبه، هاي وحده تحتوي على نواه مركزيه، هاي اثنين تحتوي على انتركليتد ديسك، هذه الاقراص البينيه ما بين الالياف العضليه المتجاوره، وايضا انه هنا تكون المظهر ستريتد يعني مخطط مثل ما موجود في السكليتال مسلز، ايضا تكون ستريتد اللي هو التعاقب ما بين المنطقة الغامقة مع المنطقة الفاتحة. بالنسبة للكروس سكشن راح تكون الحزمة أو القطر مع الحزمة يكون أصغر من ما موجود في السكيليتال ماسلز. أيضا الأكتيفيتي مالتها تكون سترونج قوية، وأكويك هي نفس الإشي، وتكون كونتينيوس، أما هذيك يعني عضلة القلب دائمية تقلص الانبساط، أما العضلة الإرادية أنت تتحكم فيها، مرة تتقلص وأنت تبسطها براحة يعني بكيفك، لأن يعني هي تكون فولنتري. إذا هنا تكون continuous involuntary contraction وتكون التقلص مالتها لا إرادي. إذا هذه تكون strong, quick, continuous و involuntary contraction. الاختلاف ايضا بالقطر، هذه من 10 الى 15 مايكرومتر ان دايمتر، القطر مالتها من 10 الى 15 مايكرومتر، هذه كانت من 10 الى 100. ايضا بالطول مالتها هذه قد توصل الى 30 سنتيمتر بالنسبه
skeletal muscles. أما بالcardiac muscles ما يعني 10 80 إلى 100 micrometer in length. واضح؟ الطول مالتها من 80 إلى 100 micrometer in length. أما العرض مالتها من 10 إلى 15 micrometer in diameter. هذه كانت من 10 إلى 100، أي من 10 إلى 15. واضح؟ أما بالنسبة للسموث muscles عندنا أول إشي تكون غير مخططة وتكون مغزلية spindle shape cells، وتكون النواة تكون مركزية بالمسل فايبر أو بالسيل. واضح؟ عندنا من الاكتيفيتي مالتها بالكروس سكشن، بالاكتيفيتي تكون ويك، تكون ضعيفه، يعني التقلص مالتها ما قوي مثل ما موجود في الخلايا العضليه والخلايا القلبيه، العضليه الهيكليه اقصد والقلبيه. تكون هذيك هذولاك يكونون كويك، هاي تكون سلو، تكون بطيئه، ما مثل هذولاك القلبيه والاراديه، عضلات الاراديه والهيكليه تكون قويه. تكون انفولنتري، هاي بتشابه العضله القلبيه، تكون لا اراديه. involuntary contraction. بالنسبة إلى القطر مالتها أو الدايميتر تكون من 0.2 إلى 2 مايكروميتر. تلاحظون شقد أصغر؟ يعني هذه كانت أكثر أكبر أكثر دايميتر موجود في السكيليتال مسلز. الكارديا تكون أقل دايميتر مالتها وأقل إشي موجود في السموث مسلز. بالنسبة إلى الطول مالتها من 20 إلى 200 مايكروميتر in length. طولها أكثر من طول، قد يكون أكثر من طول العضلة القلبية، ولكن اثنيناتهم القلبية والمنسى أقصر وأقل قطراً من السكيليتال مسلز. بالنسبة لل هذه هي السكيليتال مسلز. واضح؟ هذه هي الكارديك مسلز. راح تلاحظون أنه موجود انتركليتد ديسك، راح تشوفون أنه الفايبرز تكون برانشد والنواة تكون مركزية، أما هذه تكون النواة بريفرال. أما السموث مسلز ماكو ستريشن، ماكو تخطيط، ماكو يعني مناطق غامقة ومناطق فاتحة. أيضا أنه النواة تكون مركزية ضمن الليف اللي يكون شكله على شكل سبندل فايبر. هذا المقطع العرضي، هذا كانت مقطع طولي في الألياف الثلاثة المختلفة، للعضلي للقلبي للهيكليه والقلبيه والمنساء. هذا مقطع عرضي، هذه السكيليتال تلاحظون البندل شقداتها كبيره، اما هذه بالكارديك اقل اصغر، اما بالسموث تكون اصغر الكل. واضح؟ في المختبر راح تلاحظون هذه السكيليتال مسلز، راح تشوفون مقاطع عرضيه ومقاطع طوليه. هاي سكيليتال عرضي وهاي سكيليتال طولي. هذا سكيليتال ايضا longitudinal اللي هو طولي. وين صار؟ ايه هذا سكيليتال ايضا مقطع طولي، هذا مقطع طولي، وهذه كاردييك مسلز، هذا مقطع طولي للقلبي، هذا مقطع عرضي للقلبي. طبعا على قوه 40 اكو على قوه 10، المهم يعني نفس الشيء. هنا هذا السموث مسلز مقطع طولي، وهذا مقطع عرضي للسموث مسلز. وهذه ثانك يو على يور لسننج. عندكم سؤال طلاب؟